السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله نفصل معاكم واحد الجيلي ديال الفروع. عندي هنايا فيه متر في الطول كما كتشوفوا، هذا هو اللون ديالو. راه فيه اللون، فيه الكري والكحل والبيض. جبتو طويتو على 4. هنا عندي فيه واحد الدخله هنايا، واحد ديفو دا غيجي غنديرهم للامام. هنا الحاشيه عند الحاشيه هي هادي، وغنولي نطوي هكايا على 4 على حساب هاد الديفور. غنخلي هذا شيط هنا، لو كان ما فيش هاد الديفور غادي نديرو على 4 نيشان. غنجيبو هاد البلاصه هادي غنجيبها حتى لهنايا صافي. غنخلي هنا واحد السنتيم ديال الحاشيه، هادي كنحيدها، وغيكون بالدوبلور من الداخل. هاد الفرو من الاحسن ديروا له الدوبلور باش كيجي فيني مع الجناب. هنايا طويتو على 4، وهذا الفرور هكايا الشعره ديالو راه كتهبط لتحت، ما نفصلوش عكس. الشعره ديالو هكا كتهبط لتحت من هنايا، ومن هاد البلاصه غنبدا الكتاف. انا هنا راه كنت بديت كنطراسي، وعاد بان ليا نصورو لكم. اللي بغات تصاوب الجيلي في هاد البرد راه كيجي زوين هكا، كيتلبس فوق الجلالب، ولا فوق العبايات، ولا فوق الرومي، تكوني لابسه الرومي. هنا عندي في الكتاف 22 ها هي، وكنهبط 3 سنتيم. هنايا غندير 8 ديال الدوره ديال العنق، ونهبط بثلاثه هنا صافي. من هاد النقطه غنصل لهنايا فين عندي 3 ديال السنتيم، فين هبط 3 سنتيم. غادي نهبط هنايا 20، ما نهبطش 22، غنهبط غير 20، حيت هذا غيكون بلا كمام، ما يجينيش هاد الدوره ديال التركيز تجيني محلوله بزاف. غنجي قبالتها 22 صافي، ونحط العبار ديالي ديال الصدر. عندي في الدوره ديال الصدر 28، ونزيد سنتيم ديال الخياطه ها هي، والبطن عندي 27، ونزيد سنتيم ديال الخياطه هنايا تبطو 14 ها فين جاياني، ونهبطو للحوض 14. الحوض عندي 30، ونزيد سنتيم ديال الخياطه صافي. هاد النقطه هادي غادي نجيبلها لهنا، وهادي غادي نصيلها لهنا صافي، ونخرج هنايا زيرو. غيبقى لي في العرض ديالو من التحت، غتبقى لي 25 صافي. غادي نخرج هنا التالي هنايا. هنا التركيز غادي نجيب البيستولي ولا بيديه، وندير من هنا من هاد النقطه لهاد النقطه هادي. الاحسن الا عندكم زيزوار تقطعوه بزيزوار هاد الفولور، باش ما داك الشعره ديالو ما كتقطعش، كتجيش ضايعه، كتجي في تقطيعه زوينه. انا نقطعي بلا مقص هنايا، ما عنديش زيزوار. صافي هنايا نقطع هاد الفوقاني بعدا، وعاد نقطع التحتاني على حساب الثوب غليظ ما غاديش يتقطع لي بلا مقص. صافي انا غادي نحل هذا. انا حيت قطعت الفوقاني الظهر بوحدو، دابا غادي نقطع التحتانيين الدوفات ديال الامام. غنخلي هذا هكا ونقطع عليه الاخر. صافي هنا قطعتو من الجناب، غادي نجي نقادو من هنايا. هادي الدوفات ديال الامام هما هادو، هذا الظهر هنايا عندي مسدود.
صافي انا قديت هذا ديال الامام. دابا غادي ندير الدوره ديال العنق. غادي نهبط السعود، غنحيد هذه ديال الظهر. انا هبطت هنايا السعود، هنا في كان عندي 8، وغادي ندير الدوره ديال العنق ديالي. صافي غنجي هنا هذه ديال الامام، وغادي ندخل جوج سنتيم، نهبط هنا 14 وندخل جوج سنتيم ديالي. ها هي، نمشي نخرج هنا زيرو، ونجي وندور من هنا ونخرج زيرو. صافي هذا هو الجيلي ديالنا. حنا في الصناف غنجيب الدوبلور ديالي دابا نطلقو. هنايا حطيت الدوبلور ديالي طويتو على 4. هذه هي الحاشيه هنايا، هذه الحاشيه، خليت هنا واحد جوج سنتيم ديال الحاشيه خارجين. وهذا الظهر هنا عندي مسدود، وغنحط عليه دابا الظهر ديال هذا، خليه على جوج. هنا نخلي سنتيم، هابط سنتيم ديال الخياطه ديال الدوبلور، خليه زايد، خليه زايد على هذا سنتيم ولا حتى جوج ديال السنتيم، باش ما يجينيش مشنق من الداخل، حيت هاد الدوبلور هذا راه كيكون التوب ديالو واقف، ما كيكونش كيتيري ولا شي حاجه. صافي هنايا خليت جوج سنتيم انايا، وغادي نهبط معاه. صافي دابا غنهز هذا، وغادي نكمل الدوبلور ديالي. انا عندي هنا الدوبلور راه ناقص، غادي نزيد له واحد الطرف هنا في الطول ديالو كما كتشوفوا هنا لتحت، راه عندي ناقصين، غنزيد له واحد البانده لتحت باش يكمل لي في الطول. هنا كملت هاد البانده اللي بقات خاصاني باش نكمل الطول ديال الدوبلور. ثم راه غتجيبوا متر ديال الدوبلور غادي يكفيكم. انا كان عندي هذا غير هنايا هاد الطرف وقديتو، بالنسبه للدوبلور متر راه كافي، غديروه على 4 بنفس الطريقه اللي درنا هذا. صافي غادي نجيو دابا ديال الامام، وغادي نحيد منه جوج سنتيم كما حيدتها من الاخر. صافي هنايا غنهبط السعود، دابا غندوزو ان شاء الله للخياطه وتشوفوا معايا الطريقه ديال الخياطه ديالي. هنا غادي اول حاجه غنبدا بها هي المونطي الكتاف، نحط هذا هو الظهر ديالي، غنحط عليه الامام. هنا خيطت الكتف مع الكتف، هذه الدوره ديال العنق ديالي، هذه هي الدوره ديال العنق. غادي نحلو هكايا، وغنجيب التبطين ديالي هذا الدوبلو، حتى هو راه خيطت له الكتف. ها هو الكتف راه لقيتو جوجو. غادي نجيب دابا الدوبلور ديالي، غادي نحط الوجه ديال الدوبلور مع الوجه ديال الثوب، نحطهم هكايا، ونحط الخياطة ديال الكتف مع الخياطة ديال الكتف هنا، والخياطة ديال هاد الكتف هادي. وغادي ندي هاد الدورة ديال العنق، هذه الدورة العنق ديالي هي هذه، غادي نبدا من هنايا وندور مع الدورة العنق كاملة حتى الجهة الثانية.
تمشيتو درت مع مع الدوره د العنق كامله لقيتو. دابا غندوز نحيد هاد الزوائد اللي عندي هنايا. هادو هنايا خيطت الجناب ديال الجيلي، هبطت بالخياطه من هنايا، شديت من هنا من الدوره ديال التركيز، هذه هي الدوره ديال التركيز، وهبطت بالخياطه في الجناب لقيتو هاد الجهه وهاد الجهه بجوجهم، والدوبلور حتى هو لقيتو من الجناب ها هو، وهذه الدوره ديال التركيز هي هذه. هنا قلبت الدوبلور ديالي لداخل، غيكون بحال هاد الشكل هذا، غيكون هذا هو الدخلاني والفرور ديالي هو هذا. غادي نجيب هاد التركيز هذا كما كتشوفوا، غنحشي يدي من هنا من الداخل هكا، وغادي نجي لهاد الخياطه هادي ديال الدوره ديال التركيز، هادي اللي كتكون تحت الابط هنايا، غنشدها وغندخل من الداخل بين الدوبلور وبين الفرور ديالي هنا. هذا هو اللي غيكون الداخل عندي مخبئ. غادي نشد هاد الخياطه هادي ديال اللي عندي هنايا في الجن مع الخياطه هادي اللي في الجن، وندير الوجه عند الوجه، ها هو الوجه وها هو الوجه ديال الفرور، وغندير الوجه عند الوجه هنايا، ونمشي بالخياطه ديالي. نشد معكم بالبانكات، غندوزو من هنا بالخياطه باش من نقلبو هنايا اجينا من هاد الجهه، اجينا فيني من هنايا، غاجينا فيني، غاجي داك العيب غاجي داخل داك الشنتيف، غاجي من الداخل صافي. نبقى غادا هكا، هنا غادي نوصل الخياطه ديال الكتاف، الخياطه عند الخياطه مع الكتف، الا كان غيجينا معدب نبداو من هنا من الكتف ونخيطو هاد الجهه، وعاد نرجعو عاود لهاد الجهه هادي الثانيه، هادي نجيو لها عاود من هنايا، هادي الجهه الثانيه عاود باش ما يجيناش معدب. نتمنى تكون تفهمت، راه كنحاول ندير معكم شي حاجه اللي ساهله وفي نفس الوقت تجيكم يجيكم فيني. كما كتشوفوا هانتي هذه الدوره ديال التركيز ديالي، غندور معها بالخياطه وتبقى لي لداخل، الخياطه تبقى لداخل، ومن برا غادي يجي فيني. انا دابا غادي ندور من هنايا، غنبدا من هنا من الخياطه ديال الجنب ديالي هي هذه، غنبدا من هنا ونحبس هنايا حد الكتف، ونولي للجهه الاخرى غير باش ما يجينيش معدب، عاود نبدا الخياطه ديالي من الكتف ونهبط لهنايا لهاد الدوره، هاد الخياطه ديالي ديال الجنب هنا، غنخيط منه. هنا راه خيطتها كما كتشوفوا، هي الخياطه ديالي، هنا دوزت التركيز كامل درت معاه. دابا غادي نقلبو، كما شفتوا هذا هو التركيز ديالي، غيجي على هذا الشكل. هنا راه هادشي غادي يتجر لداخل، ماجيش باين هكا، ان شاء الله السق الجهه الاخرى غادي يجي مجبد. صافي غادي يجي فيني على هذا الشكل، ها انت داك الزوائد كلهم بقاو لداخل، ها
غادي نخيط التركيز الثاني هنايا كما شفتوا. انا خيطت هادو بازو على هذا الشكل هذا مفينين يجيو حتى من برا السيلوجه ديالو اللي كيجيو مفيني. خيط الجهه الثانيه حتى هي. دابا غندوز نخيط هادو غنقلب الدوبلور هكايا على الوجه غندير الوجه عند الوجه هكا الوجه ديال الدوبلور عند الوجه ديال الفرور ونشد الخياطه ديالي من هنا. هذه الهبطات هذه الدوره د العنق وهذه الهبطه هكا غادي نمشي معاه بالخياطه. ندور معاه من التحت من الحاشيه ديال الدوره من التحت كامله. هذه هي الدوره ديال الجيلي غندور معاها كامله بالخياطه نلصقها مع الدوبلور ديالو. هنايا راه غنديرو الخياطة ديال هاد الجناب غنديروها مع الخياطة ديال الجنب اللي عندنا. هدا كيتسمى الربع وهذا كيتسمى الظهر هاهو الظهر عاود. وهادي الخياطة ديال الجنب الثاني هنا راه الدوبلور مكفانيش وراه زدت واحد الطرف في البلوماري هنايا. هنايا راه كملتو بالخياطه دورتو كامل بالخياطه كما كتشوفوا درت معاه كله بهذا الجهات التحتانيه ديال الجيلي. خليت له هنا واحد الفتحه في الجنب ديال الدوبلور. من هنا غادي نقلب الجيلي ديالي غادي نخرجو من هاد البلاصه هاد. هنايا كتقلبوه كامل كتدخلوا يديكم من الداخل وتجبدوا هاد القنيتات هادو ديال الكول وهاد القنيتات اللي عندنا من التحت هادو كتجبدوهم من هنايا وخايم برا ولا الا ما تجبدوا لكم شحشيو يديكم من الداخل. صافي هذا غادي هاد البلاصه اللي خرجنا منه غادي نشدوها هكا وندخلوها لداخل هادشي هذا هكا نطويو داك السنتيم لداخل. نشدو هكايا ندوزو عليها بالخياطة من هنا.